ايه يا بناتي، طلبة الطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة درس جديد من دروس البلاغة، وهو الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية. تعالوا مع بعض تعالوا نفرق ما بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. الأسلوب الخبري هو ما يحتمل الصدق والكذب، ويستثنى من هذا الكلام القرآن الكريم والحديث الشريف. أغراض الأسلوب الخبري كتيرة، وبعرفها من حسب المعنى أو من سياق الكلام أو من القصيدة. منها مثلا الاسترحام، إظهار التحسر، إظهار الضعف، الفخر، النصح، التهديد، التوبيخ، المدح إلى آخره. تعالوا بقى ننتقل للأسلوب الإنشائي، وهو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، وهو نوعان. في إنشاء طلبي بينقسم لخمس حاجات: أسلوب أمر، أسلوب نهي، أسلوب استفهام، أسلوب نداء، أسلوب تمني. في إنشاء غير طلبي هو التعجب، القسم، والمدح والذم. تعالوا أول حاجة ناخد أسلوب الإنشائي الأمر. ليه أربع صور؟ ممكن يكون بالفعل الأمر، زي ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. تمام؟ يبقى اغفر واصرف، ده فعل أمر. في بقى المضارع المرتبط بلام الأمر أو المقرون بلام الأمر، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لام هنا لام الأمر. في المصدر النائب عن فعله، ربنا بيقول في القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إحسانا. طيب، اسم الفعل برضو من أساليب الأمر. عليك بتقوى الله، يعني إلزم تقوى الله. تعالوا بعد كده أساليب الأمر أغراضها كتيرة قوي، بفهمها برضو من خلال سياق الكلام، زي الدعاء، التهديد، النصح والإرشاد، التعجيز، الذم والتحقير، التحسر، التمني. بفهم كل الكلام ده من خلال السياق. أول حاجة الدعاء. إذا كان الأمر من البشر إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى غرضه الدعاء. قال تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يبقى هنا اشرح ويسر، ده أسلوب إنشائي، نوع أمر، غرض الدعاء. ممكن يكون الرجاء، الرجاء بيكون الأمر من الأدنى إلى الأعلى من البشر. لما طالب يقول: انظر إلينا أيها المعلم، ده أسلوب إنشائي، نوع أمر، غرض الرجاء. طيب، النصح والإرشاد، إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى، تمام؟ وفي فايدة هتعود على المخاطب، زي أما المعلم يقول: اطلبوا الحكمة عند الحكماء، يبقى اطلبوا، ده أسلوب إنشائي، نوع أمر، غرضه النصح والإرشاد. كمان من ضمن أغراض أساليب الأمر أو أسلوب الأمر الالتماس. إذا كان الأمر بين اثنين متساويين في المكان، زي ما الشاعر بيقول: يا صاحبي تقصيا نظريكما، يبقى يا صاحبي تقصيا، تقصيا هنا الاثنين متساويين في المكان أو المنزلة، يبقى أسلوب إنشائي، نوع أمر، غرضه الالتماس. التمني، إذا كان الأمر موجها إلى ما لا يعقل، لو كنت بنادي على غير عاقل، زي ما قلت: سيري أيتها السفينة، هي السفينة عمرها ما تسمعني، تمام؟ يبقى سيري، ده أسلوب إنشائي، نوع أمر، غرضه التمني. تعالوا بعد كده ناخد أسلوب النهي. النهي بيأتي على صورة واحدة، اللي هي لا، إن هي زاد الفعل المضارع. لما أجي أقول لك: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ده أسلوب إنشائي، نوعه نهي. من أغراض البلاغية للنهي أول حاجة الدعاء. برضو إحنا اتفقنا إن إحنا بنفهم الأغراض من خلال سياق الكلام. الدعاء لما أجي أقول ربنا بيجي يقول في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا، خلاص، يبقى ده أسلوب إنشائي، نوع نهي، غرض الدعاء. التهديد، قال الأب متوعدا ابنه: لا تذاكر دروسك. ده هنا تهديد، يبقى أسلوب إنشائي، نوع نهي، غرض التهديد والوعيد. التمني، لما برضو بخاطب غير لما بنهي غير عاقل: لا ترحلي ايتها السفينه، السفينه طبعا غير عاقل، يبقى اسلوب انشائي، نوعه نهي، غرضه التمني. ايضا النصح والارشاد: لا تطلبوا الحاجات في غير حينها، ولا تطلبوها من غير اهلها، خلاص. طيب، لا تطلبوا الحاجات، ده اسلوب انشائي، نوعه نهي، غرض النصح والارشاد. التيئيس، ولا تعتذر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيأس الكافرين، لان اعتذارهم مش هينفع خالص، يبقى اسلوب انشائي، نوعه نهي، غرضه التيئيس.
في التحسر والندم والآمل، لا تأملي يا نفس في الدنيا. يبقى ده أسلوب إنشائي وهناك غرض التحسر والندم. تعالوا بعد كده ناخد برضو الاستفهام. في الاستفهام من أغراض الاستفهام البلاغية، طبعا كلنا عارفين أسلوب الاستفهام بيتكون من أداة الاستفهام زي من وكيف ومتى وما إلى آخره، طيب والمستفهم عنه. طيب أسلوب النفي، أسلوب الاستفهام ممكن يكون من أغراضه النفي. يعني إيه؟ أما أجي أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لو حطيت أداة نفي محل أداة الإيه؟ الاستفهام، طب أقول خلاص يبقى لو حطيت أداة نفي والمعنى مشي، يبقى ده أسلوب استفهام غرضه النفي. في التقرير والتوكيد، إذا كان الاستفهام منفيا، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى ده أسلوب إنشائي مع استفهام غرض التقرير والتوكيد. في بقى الإنكار، إذا كان الاستفهام عن شيء لا يصح أن يكون له إجابة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يبقى ده أسلوب إنشائي نوع استفهام غرضه الإنكار. التمني، لو حطيت مكان أداة الاستفهام ليت والمعنى مشي، فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا؟ يبقى هنا أسلوب إنشائي نوع استفهام غرضه التمني. تعالوا بعد كده ناخد أسلوب النداء، إنشاء النداء. أدوات النداء كلنا عارفينها زي أي و والهمزة و وأيا وهيا ويا، وكلنا طبعا عارفين هي بنستخدمها كتير. طيب من أغراض النداء إظهار التحسر والحزن والألم، زي قول الشاعر يرسي ابنته يا درة نزعت من تاج والدها. يا درة، يبقى ده أسلوب إنشائي نوع نداء غرضه إظهار الحزن والألم والتحسر. التعجب، زي قول الشاعر يا لوعة الغروب. ده أسلوب إنشائي نوع نداء غرضه التعجب. الاستغاثة، يا الله للمؤمنين وإسلامه. ده أسلوب إنشائي نوع نداء غرضه الاستغاثة. طيب التعظيم، أما أجي أقول يا أبناء الأمة أنتم الأمل المرتجى، يا أبناء الأمة بعظمكم، يا أبناء النيل، يا أبناء مصر، يا مصر، يبقى كل ده أسلوب إنشائي نوع نداء غرض التعظيم. التنبيه، لما أقول يا صاحبي تقصيا نظريكما، ده أسلوب إنشائي نوع نداء غرض التنبيه. تعالوا بعد كده ناخد أسلوب برضو من ضمن أساليب الإنشائية التمني. أداته الأصلية ليت، وممكن كمان نستعمل لو أو هل أو عسى. وغالبا الانشائي التمني بيفيد التحسر. لو اعادوا الامتحان مره اخرى، يبقى هنا اسلوب انشائي نوع تمني غرض التحسر. الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. طيب ليت الشباب يعود، يبقى هنا اسلوب انشائي نوع تمني غرض الحسره والحزن والالم. في كمان بقى اسلوب اسمه الاسلوب الخبري لفظا الانشائي معنى، وبيكون غرض الدعاء. اي جمله تحمل معنى الدعاء يبقى ده اسلوب خبري لفظا انشائي معنى يفيد الدعاء، زي جزاك الله خيرا، حفظني الله واياك، عافاك الله شفاك الله وعافاك، بارك الله فيك. يبقى ده اسلوب خبري لفظا انشائي معنى غرضه الدعاء.